حكم خطأ طلاب الطب لو كان جسيما أثناء التدريب في المستشفيات الجامعية التعليمية ولم يكونوا على قوة العمل بعد؟ أظن أن الطالب ينبغي أن يكون معه مشرفون على عمله، لكن عموما الذي يمارس المهنة ويخطئ خطأ متحملا خطأ، يعني يعرف أهل المهنة أنه وارد على كل أحد، قد يفعل لذلك. لأن أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله لم يطالب بالدية، لأنه كان يباشر الجهاد في سبيل الله، لكن المسألة فيها تفصيل لا بد منه.